مشاهدينا مستمرين بمحطات صباحنا غير، محطتنا الأخيرة لليوم أو مسك الختام فينا نقول مع الإبداع والتميز السوري، مو بس على الأرض السورية وأيضا خارج حدود الأرض السورية، ومع التمثيل السوري في الهند والمسابقة الأخيرة يلي فاز فيها خلينا نقول أبطال سوريين، أبطال بعمر الشباب بعمر الورد، كان مع تحصيل علمي وجائزة برونزية للمركز الوطني للمتميزين بمسابقة الروبوت العالمي WRO اللي أقيمت مؤخرا بالهند. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز السوري بامتياز معنا بصباحنا غير لليوم مرام أحمد وحسين يونس وأحمد حمدان من خريجي المركز الوطني للمتميزين ومدرب الفريق علي يونس. يسعد صباحكم. صباح الخير. في صباح كثير اليوم، صباح الخير للكل. اول شيء الحمد لله على السلامه ورجعتكم بالسلامه، بنعرف انه انتم جايين فورا من السفر لعنا، الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني الكل بدنا نساله كيف كانت الرحله، بدي بلش معك مرام، كيف كانت الرحله واحكي لنا عن مشاركتك بالمسابقه. هلا نحن بالمركز كنا فريقنا عم نشارك من 3 سنين بالمسابقه WRO. السنه ترشحنا للمسابقه العالميه اللي كانت بالهند. طبعا المسابقه كانت يعني كثير رائعه من كل النواحي، من ناحيه النتيجه طبعا اللي حققناها، ويعني من ناحيه ثانيه انه نحن طلعنا لهنيك كمان، ويعني بينا قديش نحن اقوياء وانه نحن موجودين يعني، وممكن نحقق نتائج كثير عظيمه بهيك مسابقات عالميه، وتعرفنا على كثير يعني اشخاص فادونا كثير وقدرنا نفيدهم كمان وهيك يعني. يمكن تجربه كثير خاصه ضمن ظروف استثنائيه وصعبه عم تمر فيها البلد. قبل ما نتوجه لك علي بدي اسال كمان حسين واحمد، شعوركم لما قالوا لكم انه انتم رح تنالوا هي الجائزه، كيف كان احساسكم؟ هلا طبعا هو شعور كثير رائع، وخصوصا انه يعني نحن عم نحقق شيء مثل ما قلتوا بهالظروف. نحن من لما يعني من المسابقه الوطنيه على مستوى سوريا لما طلعنا الاول هون حملنا مسؤوليه كثير كبيره انه نحن نقدر نعمل شيء بالمسابقه العالميه، وفعلا انه ما وقف فورا بلشنا الشغل بتحضير للمسابقه العالميه، وكنا حاطين هدف قدامنا انه ناخذ المركز الاول يعني. ما كنا ابدا حاطين احتمالات ثانيه، انه بس بدنا نحن المركز الاول. لهو واشتغلنا كثير وبالنهايه رحنا هنيك المسابقه العالميه، وصلنا صوره الانسان السوري قديش عنده اصرار وتحدي، وكنا منافسين اقوياء لكل الفرق من كل انحاء العالم، وكلهم يعني عبر عن احترامهم لنا. وبالنهايه صح ما قدرنا نحقق المركز الاول يعني، بس نحن نحققه السنه الجايه ان شاء الله. حققنا المركز الثالث هاي السنه والحمد لله، ونهدي الفوز لسوريا كلياتها يعني. اكيد يعني سوريا فخوره فيكم، فخوره دائما بابنائها. نحن عم نحكي عن مركز ثاني بظل 5 سنين من الحرب على سوريا، فهو يعتبر يمكن اهم من المركز الاول. خليني احكي معك وتقلي يمكن شو المشروع اللي شاركتوا فيه وشو كيف كان الاصداء هناك. هلا بشكل عام مؤسسه WRO العالميه كل سنه بتطرح مساله، بتتنافس الدول حول العالم والفرق لحتى يحلوها بدقه باحسن دقه ممكنه وباسرع وقت. هيدي السنه بما انه كانت المسابقه بالهند كانت فكره المساله كلها عباره عن ريسايكلينج والمخلفات واعاده تدويرها. المساله انطرح لها بالمسابقه الوطنيه والمسابقه العالميه كانت نفسها يعني. وبالنسبه للاجواء هناك كانت يعني بصراحه كان في منافسه قويه يعني. هي يومين، اليوم الاول تصفيات واليوم الثاني نهائي. باليوم الاول ترشح 64 فريق لليوم الثاني النهائي، باليوم الثاني بيتم توزيع ل 32 بعدين 16 بعدين اول 3. بصراحه كانت يعني بشكل عام كان في دول قويه مشاركه، كان في منافسه قويه، بس الحمد لله نحن قدرنا ننافس ونتحدى ونكون الرقم الصعب يعني ضمن هذا. مجرد تواجد يمكن سلمى المتميز السوري ضمن هي الظروف هذا انجاز وانتصار، كيف مع جائزه مهمه مثل هي؟ استاذ علي حضرتك مدرب الفريق، خلينا نحكي عن الفريق، عن المشاركه، عن الاجواء اللي كنتوا عم تعيشوها سوا، يمكن كمان الفتره الزمنيه قصيره كانت كثير للمشاركه. هلا اول شيء بالنسبه للفريق، هلا نحن بلشنا الشغل مع الفريق تقريبا من الشهر الخامس. كان بالشهر السابع في المسابقه الوطنيه. بالفتره الاولى كان عندنا انه مثل التحضير للمسابقه الوطنيه كان هو تحضير كويس،
بس مثل ما حكوا الشباب انه بعد المسابقه الوطنيه نحن اخذنا مركز اول، صار لازم نمثل البلد نحن بالمسابقه، فانه وكان عندنا انه يعني هذا الشيء صار انه حتى علينا مسؤوليه نحن لازم نشارك بشكل كويس يعني. كان عندنا النموذج الاول اللي هو الروبوت اللي شاركنا فيه بالوطنيه اللي اخذنا فيه الاول على سوريا، فكان الشغل انه نحن بدنا نعمل روبوت ثاني يحسن يصير يجيب نتيجه. اول شيء بالنسبه للشغل من الشباب انا بفتخر اني اشتغلت معهم، انه عن جد يعني هلا اول شيء انا من خريجي المركز كمان مثلهم، بس انه من دفعه قبل تعرفت عليهم وبلشنا الشغل مع بعض، وعن جد كانت فتره كثير رائعه يعني. انا استفدت منهم هن انه فادوني كثير، وكثير حبيت الشغل معهم يعني، حتى كسبتهم اصدقاء يعني غير انه كمدرب يعني. نعم يعني مثل ما عم نشوف هلا مع حضرتك ومع الشباب، هي خلينا نقول تتويجكم على منصه التتويج بالهند اثناء المشاركه بمسابقه دبليو ار او بي دبليو ار او بالهند. يعني هذا الشعور، هي اللحظه يمكن لحظه ما بتنسى لكم، ومثل ما قلتوا كان في 64 فريق، أكثر من 64 أهل اليوم الثاني 64 ثاني يوم 64 يعني هذا رقم ما نو بالسهل. يعني نحن اليوم ما يعني ما بدنا نمر مرور الكرام على هذا الرقم ولا على هي اللحظة اللي جمعتكم، ولا خلينا نقول على هذا التواجد اللي موجود هناك، رفع العلم السوري، الحصول على الجائزة اللي قدامنا هلا مباشرة. هذا شعور كثير كبير، بيحملكم يمكن كثير مسؤولية، بيحملنا كثير فخر. احكي لي مرام، كيف كان شعورك وقت وقفتوا على المنصة؟ هلا نحن اول شيء انه نعطيكم الفكره انه لما نحن طلعنا لبرا، اول يعني شعور انتهى بالعالم انه تفاجئوا كثير بوجودنا، لانه فعليا العالم كله هنيك برا، انه برا سوريا اخذ فكره انه بسوريا ما عاد في حياه ابدا، ما عاد في علم. الكل صار يقول لنا انه نحن استغربنا انتم كسوريين كيف جايين لهون على المسابقه وعم تشاركوا بهيك مسابقه عالميه. ففكره انه انت تطلعي هيك انه قدام العالم كله ترفعي علمك عن جد، انه تقولي لهم انه لا انه نحن موجودين، نحن كثير انه عندنا القدره انه ننافس عالميا ونحقق نتائج مبهره. يعني سوريا حققت سنه 3 جوائز بهيدي المسابقه، طبعا مو بس جائزتنا، نحن حققنا المركز الثالث، كمان حققنا المركز الثاني بالمسابقه المفتوحه، والمركز السادس بالمسابقه المفتوحه ولكن بفئه ثانيه. فانه شعور كثير رائع يعني انك تحققي هذا يعني الانجاز للبلد قبل ما يكون لإلك انت يعني. وانه احلى شعور وقت انه تشوف العالم كله اجت لعندك وعم تقولي انه عم تقلنا انه عن جد انتم كنتوا جدا مميزين وانتم بتستحقوا المركز الاول. فانه هذا الشعور كان جدا يعني شعور مفتخر فيه. اكيد علي عم نحكي عن لحظات يمكن جدا مهمه للفريق ولحضرتك، لحظات مهمه يمكن لكل السوريين لما ترفع العلم السوري وتاخذ جائزه على محفل دولي مثل هذا في ظل ظروف يمكن صعبه عم تمر فيها البلاد، مو تحيز للسوريين، هذا انجاز بحد ذاته. خلينا نحكي عن تحضيراتكم القادمه لما نقول انه اليوم اخذنا هي الجائزه، لا بكره لازم ناخذ جائزه اكبر، لازم تكون عدد المشاركات اقوى. نعم، هلا اول شيء نحن فريق بيمثل المركز الوطني للمتميزين، المركز الوطني للمتميزين حاليا تحت بند هو هيئه التميز والابداع. فنحن حاليا انه مثل ما نحاول انه نوسع مشاركه المركز لاكثر من فئه، بحيث انه نحاول نحقق هي النتيجه ما تكون بس بهي الفئه، لا تكون باكثر من فئه، نشارك بالمسابقه الجامعيه كمان ونحقق نتائج افضل ان شاء الله بالسنوات الجاي. هلا بالنسبه لتمثيل البلد، هلا في شغله انا بجوز كنت مدرب خلال وقت المسابقه كنت برا، انا انتبهت على شغله انه كانت كثير كويسه، انه نحن ما انه بس مثلنا سوريا، انه نحن اخذنا احترام للسوري بالرغم من الاجانب. يعني انه انا كنت موجود برا فكنت عم شوف الشباب في جوله من الجوله قبل الاخيره، انه مثل نصف النهائي فريقنا اخذ الاول على العالم، يعني كان هو المركز الاول بفارق منيح عن الفرق الثانيه. فانه على الطاوله انا كنت عم اطلع انه عن الروبوت عم يشتغل، انه حتى الاجانب اللي جنبنا انه كان في هنغاريين، المان، روس، هيك كان في جنوب افريقيين، مكسيكيين، كانوا كلنا عم يشجعونا نحن، انه عم يشجعونا لانه شافوا انه فريقنا عم يشتغل صح. والحمد لله انه يعني بالرغم من انه كنا قراب على المركز الاول، بس كمان المركز الثالث الحمد لله بظل هي المنافسة. الاول بالنسبه لنا حتى لو ما اخذتوا المرتبه الاولى انتم الاول بالنسبه لنا. لما بنحكي عن هيك تميز وهيك ابداع، ما فينا نغفل دور اكيد المركز الوطني للمتميزين اللي كان اساسي لحتى وصلتوا لهالمرحله وهيئه التميز والابداع. احكي لي عن كيف كان تدريبكم كمان ضمن هيئه التميز والابداع المركز الوطني ودوره للي وصلكم لهي المرحله.
هلا نحن المركز الوطني للمتميزين من احدى المحاور اللي بيشتغل فيها على الطلاب هو الروبوتك. نحن عندنا نادي للروبوت بالمركز، بيجوا الطلاب عليه بيتدربوا على هاي المسابقات. نحن يعني كانت تحضيراتنا للمسابقه الوطنيه كانت ضمن المركز وضمن القطع اللي وفرنا اياها المركز، وبالمسابقه العالميه كمان كنا ضمن النادي عم نتدرب. لا والحمد لله يعني ما راح تعبنا على الفاضي وما راح تعب المركز معنا على الفاضي يعني كمان. نعم نفس الوقت. علي خلينا نحكي اهميه هيدا الانجاز للمركز، قديش يمكن في صار مسؤوليه مضاعفه، جهود مضاعفه يمكن للايام القادمه. هو اكيد هلا بالنسبه للمركز، هلا المركز من قبل كان يشارك، هو الخريجين شاركوا باكثر من مسابقه. هلا في كان نتائج للمتميزين كان بالاولمبياد السوري، وكان في نتائج كمان للخريجين لخريجي المركز مسابقات البرمجه مثلا. من فتره كان في نتيجه كمان حلوه للخريجين، طلعوا ثاني على العرب بالمسابقه البرمجيه. بس الفكره انه هون انه هي اول مسابقه بشارك فيها طلاب المركز بمسابقه باسم المركز، يعني هي اول تمثيل للمركز. فانه هلا بصير الشيء الاساسي انه لازم يزيد الاهتمام مشان كمان المشاركات الجاي تكون كلها باسم المركز وتكون النتائج لسه افضل. يعني هلا مبدئيا المركز شارك بس بهي الفئه، فئه السينيور، الفئه العليا اللي هي بتكون بين عمر 16 وال 19. في امكانيه للمركز انه يشارك بالفئه الاصغر اللي هي بتكون لحد ال 15، انه طلاب صف العاشر، وممكن كمان انه نشارك بالفئه الجامعيه. كل هدول انه بيحطوا مسؤوليه على المركز، على نادي الروبوتيك بالمركز، لانه ممكن نجيب نتائج ترفع اسم البلد. اكيد اكيد ان شاء الله. كمان تحيه لكل العاملين بالمركز الوطني للمتميزين ولهيئه التميز والابداع. احمد يعني ما فينا كمان نغفل دور اكيد عامل رئيسي واساسي بحياتكم وبوصولكم لهذا الشيء هو اهلكم. احكي لي أكيد. كيف كان شعور الاهل ووصولكم لهالمرحله والدعم النفسي اكيد اللي قدموه لكم اياه؟ هلا الاهل هني بشكل عام يعني عامل اساسي بهذا الموضوع. نحن من وقت اللي كنا بالمسابقة الوطنية وتحضيرات للمسابقة العالمية كنا نقعد بالسكن، يعني كنا بعيدين عن أهلنا نسبياً. نرجع أنا مثلاً ساكن باللاذقية بس أقعد بالسكن مشان أشتغل المسابقة، لأنه كانت فترات العمل تقريباً نشتغل 12 ساعة باليوم. يعني نروح على المخبر الصبح 8 الصبح، نرجع 8 الصبح 8 المساء، نرجع نكمل شغل بالسكن أحياناً للساعة 1 بالليل. الأهل يعني هني اللي بيعطونا الدعم. العامل النفسي كتير أساسي. لما كمان لما سافرنا كانوا دائما يحكوا معنا ويطمنوا عننا. يعني حتى قبل مثلا اهلي، انا اهلي واهل حسين ما كانوا بيعرفوا بعض، تعرفوا على بعض خلال هيدي المسابقه. يعني كمان خلال فترات العطل بالمركز الوطني كنا ناخذ الروبوتات معنا على السكن ندرب بالبيت، عندي بالبيت وعند حسين بالبيت كمان. فيعني كانوا كثير جنبنا دائما. الدعم الاساسي لكم. بالختام كلمه بتحبوا توجهوها لكل اللي عم يشوفونا اليوم، مرام، احمد، حسين، علي. بنبلش من عندك مرام. هلا انا بدي احكي عن تجربه، يعني انه تجربتي انه بنصح الكل عن جد انه يحاول انه يشتغل على حاله لحتى يشارك بهيك مسابقه. افضل شيء ممكن، او يعني مو بس يعني الجائزه اللي اخذتيها هي النتاج اللي بتاخذيه من هيك مسابقات بتشاركي فيها، لا ابدا. يعني انت بتطلعي لهيك محفل يعني او ملتقى بتلاقي فيه كل العالم اللي بتشاركك بنفس الاهتمام، بتشاركك بنفس الهوايه. ممكن ورح تعطي، وهن العالم هدول كمان من كل العالم، كل واحد جاي ومعه خبرته ومعه افكاره كمان اللي بده يشاركها مع العالم الثانيين. فهيك تجارب عن جد كتير شيء رائع انه العالم انه نحن نشارك فيها. ودائما نبين انه يعني دائما نعطي نقدم مهاراتنا ونبين انه نستمر. تماما نستمر ونبين انه احنا رح نضل مستمرين طبعا ورح نعطي كتير لسنة بعدين. انا بدي اوجه كلمه لكل المهتمين بموضوع الروبوت او حتى باي موضوع علمي ثاني او بده يشارك باي مسابقه، انه السوريين هم ابدا ما اقل من اي دوله في العالم، من احسن دوله. يعني مثلا نحن كنا مفكرين المنافسه رح تكون اكثر شيء من اليابان مثلا، لا نحن تفوقنا على اليابانيين بكثير جولات، كثير تفوقنا عليهم وكسبنا احترامهم. حتى هن كانوا اجوا لعنا وقالوا لنا انتم رح تطلعوا الاول. يعني وحتى لما وقفت على منصه التتويج انه كان في كتير اختلاط من المشاعر. صح كنت فرحان بس نفس الوقت عن جد كنت زعلان، لو طلعت على جنبي انا كنت فيني واقف هون جنبي، كنت واقف على الاول يعني كان فيني. ونفس الوقت هذا كمان بيعطينا دافع، يعني من هلا بيعطينا دافع ومسؤوليه انه السنه الجايه، السنه الجايه الاولمبياد بكوستاريكا ان شاء الله كمان هونيك بدنا نطلع الاول. يعني ان شاء الله خلص حطينا هالهدف ببالنا وكسبنا خبره من السنه وان شاء الله اكيد بدنا نحققها. يعني ان
شاء الله. نعم هلا بالنسبه لي انا بوجه رساله لاي طالب لاي حدا عنده طموح، الاهم شيء الواحد انه يشتغل على نفسه، يكون عنده تصميم والاراده، يعني مستحيل توقف شيء. وبالنسبه نحن موجودين دائما هون، يعني فينا نساعد اي حدا. نحن كمان رح نشتغل مع طلاب المركز السنه الجاي مشان نساعد الطلاب الاصغر من ندربهم بالنادي مشان يطلعوا ان شاء الله يمثلوا سوريا بالمسابقه العالميه السنه الجايه. نعم استاذ علي، هلا انا بما انه الشباب توجهوا بالشكل هيك، انا بس بدي اشكرهم لهم هن ثلاثتهم انه عن جد على شغلهم وانه على الوقت اللي تركوه لهي المسابقه لحتى جبنا هي النتيجه. وبتشكر اهاليهم كمان وببارك لهم كمان لانه عن جد انه يعني التعب اللي تعبوه الشباب اخذوا نتيجه بيستاهلوها، وان شاء الله بالايام الجاي هسه بنحقق نتائج احسن واحسن ونرفع اسم البلد دائما ان شاء الله يا رب. ونحن بدنا نشكركم اليوم على تواجدكم معنا مرام واحمد واحمد وعلي، شكرا على هذا خلينا نقول الانجاز الكثير كبير اللي منحتوه لسوريا، منحتوا فيه الامل يمكن لكل شاب سوري عم بيشوف الامل فيكم. بتمنى من كل يلي عم بيتابعنا وبتمنى من كل اللي يمكن شاب عم بيشوفنا اليوم انه يتوجه للمركز الوطني للمتميزين من كل المتفوقين ليكونوا متواجدين بهذا المركز. دائما الناس بتقول يمكن ما نلاقي رعاية أو ما نلاقي اهتمام، بس هذا المركز موجود ليهتم ليكون في سوريين موجودين بالمحافل الدولية مثل الشباب معنا اليوم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم وتحية لكل الشباب السوري المبدع اليوم اللي عم يكون موجود وعم يخلق يوم بعد اليوم فكر وإبداع مع الإبداع السوري. محطاتنا الصباحية لليوم وصلت لنهاية.